السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن وأخواتها النواسخ الحرفية. مرشدي في اللغة العربية المستوى السادس، صفحة 51 على بركة الله. إذن هذه الصفحة، الحصة الأولى والحصة الثانية. أقرأ وألاحظ. إن فاتنة طفلة. علم الأطفال أن فاتنة، هذه جملة بوحدة، علم الأطفال أن فاتنة سترافقهم إلى المدرسة. حصلت فاتنة على كرسي متحرك، لكن استخدامه طريقته صعبة. يحمل الأطفال فاتنة كأنها عروس. نعم، إذن الجملة الإسمية مبتدأ خبر، ثم دخول إن أو إحدى أخواتها على الجملة الإسمية. إذن فاتن مبتدأ، طفلة خبر مرفوع، مرفوع مبتدأ مرفوع، طفلة مرفوع. عندما دخلت إن فإنها تنصب المبتدأ فيسمى اسمها، وطفلة خبر ترفع. إذن فاتن اسم الناسخ، اسم الناسخ يعني اسمه أو هو المبتدأ في الأصل. إذن اسم الناسخ منصوب، طفلة خبره. إذا الخبر، انظر إلى الخبر، فهو مفرد، يعني كلمة واحدة، كلمة واحد نعني بالمفرد هنا، كلمة واحد لا نعني نعني واحد. يمكن أن نقول فاتن مثلا، إن فاتنة وفاطمة طفلتان، ونعتبر طفلتان نعتبرها مفرد لأنها كلمة واحدة. فاتن سترافقهم، إذا هنا الخبر هنا جملة فعلية، أن فاتنة سترافقهم إلى المدرسة. إذا فاتنة دائما اسم الناسخ، سترافقهم هو الخبر، إذا سترافقهم هو فعل، إذا فالخبر جملة فعلية، جملة فعلية. استخدام صعب، لكن استخدامه، إذا استخدام أصبح استخدامه صعب، طريقته، طريقته، انظر فيها واحد الضمير يعود على المبتدا، هذا الضمير يعود على المبتدا هو اللي كيخلينا نعتبره هذه راه جمله اسميه، طريقته صعبه. اذا استخدام اسم الناسخ يعني اسم كاسم، لكن طريقته صعبه، فهي مبتدا وخبر. هذا مبتدا مرفوع بالضم الضار الى اخره، وهو مضاف، والهاء مضاف اليه. صعبه خبر، وهو الجمله كلها، طريقته صعبة جملة اسمية. إذا نوع الخبر جملة اسمية. فاتن عروس مبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، ولكن عند دخول كأن، لأنها من أخوات إن، فإنها إذا كنا حال كتبناش هاد الهاء، مثلا كتبنا فاتن نقول كأن فاتنة، إذا هاد الهاء راه هي اسم الناسخ، ها هو اسم الناسخ. عروس مرفوع، لما لأن خبر إن وأخته يكون مرفوعا، إذن عروس مفرد. باش تكتب هذه، إذن مفرد، مفرد. السن بلاش، عفوا، وهناك أختان أخريان لإن، وهما لعل وليس. لعل الغائب يرجع، هنا ها اسمها، ها هذا يرجع فعل، يعني جملة فعلية، إن الفعل يضم فعل وفاعل فهو جملة. ليس الماضية يعود، كذلك هنا هذا الخبر نوعه جملة فعلية، هنا الخبر يرجع نوع جملة فعلية. إذا أخوات إن، إن، أن، لكن، كأن، لعل، ليس. أطبق أو أستنتج، تدخل إن أو إحدى أخواتي على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وهي إن وأن للتوكيد، لكن للاستدراك، كأن للتشبيه، لعل للترجي، ليس للتمني. يأتي خبرها مفردا أو جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة من الجار والمجرور أو شبه جملة من الظرف. أطبق. أضع مكان الناسخ الفعلي ناسخا حرفيا
في الجملة الآتية مع شرط انظر هذه كانت ناسخ فعلي الحقوق لأن الناسخ الفعلي يرفع المبتدأ فيسمى اسمها أو يسمى اسمها ثم الناسخ فعلي هذا ثم ينصب الخبر فيسمى خبرها. إذا ندخل إن الحقوق مضمونة. إذا إن دخلت على المبتدأ فنصبته ودخلت على الخبر فرفعته. إذن هو الجواب لننتقل إلى الحصة الثانية. الحصة الثانية على بركة إذن هذه هي إذن ألدنا هذه إذن الحصة الثانية أبين اسم كل ناسخ حرفي وخبره ونوع الخبر فيما يأتي. إذن ها كتبنا الجمل هنا لعل المسافة بعيدة ها هي. إذن الناسخ الحرفي هو لعل الخبر بعيدة إن المسافة راه اسم الناسخ هما راه قالوا بين اسم كل ناسخ حرفي وخبر أنا ما ديتهاش في اسم. إذا نصحو الجدول نتعذرو. إذا نعود إلى من الأول. إذا لعل المسافة بعيدة إذا المسافة اسم الناسخ الخبر بعيدة نوع الخبر بعيدة مفرد ياك. إذا إن الطفلة سعيدة الطفلة اسم الناسخ سعيدة الخبر نوعه مفرد وجدت أن التعاون مفيد. إذن التعاون اسم الناسخ أن الخبر مفيد كذلك هنا خبر نوعه مفرد. ليت حياة الإنسان تطول. إذن هنا حياة هي اسم الناسخ وهو مضاف الإنسان مضاف إليه تطول هو الخبر تطول رفع. إذن من تلقى الخبر فعل راك تقول جملة فعلية تقول جملة فعلية صافي. الجدول سهل غير بحال كنذكرو به وصافي فاستثمر الحصة الثانية. إذا نمروا للسؤال الثاني عنده علاقة بالإعراب. يلا إذا أعرب إن التعليم حق ها هو. إذا إن ناسخ حرفي التعليم اسم إن منصوب في الفتحة الظاهرة على آخره. تعليم حق خبر خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. صحيح شكرا. نمر إلى الجملة الثانية لعل السماء تمطر. إذا لعل ناسخ حرفي بحال قبيلة السماء اسم إن منصوب بحال تعليمة هذه اسم إن عفوا ما بدلتش خاصني نقول اسم لعل بلاتي لعل ناسخ حرفي السماء اسم لعل منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره تمطر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. لاحظوا معي أن هنا الخبر جاء جملة فعلية. إذن والجملة الفعلية في محل رفع خبر لعل نعم والجملة الفعلية في محل رفع خبر لعل كأن الجملة الأخيرة تحتاج إلى إعراب كأن الحديقة أزهارها متفتحة. إذن كأن ناسخ حرفي الحديقة اسم كأن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره زين. لاحظوا أنها أزهارها فيها ضمير يعود على المبتدأ من تلقاو بحال هكا عفوا أن الجملة الخبر جملة اسمية الخبر جملة اسمية من نقولوا جملة اسمية راه فيه مبتدأ وفيه خبر يعني جملة هكا كلها جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر. إذن أزهارها مبتدأ ثاني مرفوع بالضمة وهو مضاف وهذا الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه
ياك ها المبتدا فين هو الخبر ديالو؟ هو هذا متفتحة خبر مرفوع بالضمة الدائرة، خبر ديال هادي. أما هاد الجملة هادي أزهارها متفتحة فهي جملة اسمية في محل رفع الخبر ديال كأن. فهمنا؟ هاد الجملة اسمية الأخيرة فهي المبتدا أو فهي الخبر ديال الحديقة، خبر ديال الحديقة. صافي؟ نعم نمر. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.